بسم الله الرحمن الرحيم. الفقه معرفة الأحكام الفرعية الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهو بمعنى الفهم، أي أن الله تعالى يرزق من يشاء الفهم في الدين الذي هو الفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه فقها وفهما في الأدلة واستنباط الأحكام منها. معرفتها ومعرفة كيفية دلالتها، وهو من أفضل العلوم، وذلك لأن بمعرفته يستطيع العالم أو الطالب أن يفقه في دين الله وأن يعرف حكم كل مسألة من دليلها أو من تعليلها. ومرجعه الأدلة، فإن الأدلة هي التي يؤخذ منها هذا الفقه، يرجع إليها ويستنبط منها حكم كل مسألة بدليلها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أن نفهم من هذا الحديث أن الناس أربعة أقسام، كما أن الأرض أربعة أقسام. الأرض أفضل الأقسام، الذي يمسك الماء وينبت الكلى، فمثله فهو مثل الذين يحفظون ويفقهون. والقسم الثاني من الأرض الذي يمسك الماء ولا ينبت، فمثله كمثل الحفاظ. والقسم الثالث الذي ينبت ولا يمسك ماء، ينبت فمثله كمثل الفقهاء الذين لا يحفظون ولكنهم يفهمون. والقسم الرابع المعرضون الذين لا يهتمون بالدين، مثلهم كمثل الأرض الأجادب. فالإمام الشافعي رحمه الله قليل حفظه للأحاديث، ولكن رزقه الله فهما ثاقبا، يدل على ذلك كلامه في هذا الكتاب العظيم
الذي سمي بالأم فإنه يدل على عمق الفهم وعمق الاستدراك. الأحاديث التي رواها قليلة بالنسبة إلى ما رواه الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الحفظ والفقه والفهم. يقول فيه الصرصري: حوى ألف ألف من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصلي. أجاب على 60,000 قضية بأخبرنا لا عن صحائف نقلي. ذكروا أن أبا حاتم الرازي قال لعبد الله بن الإمام أحمد: إن أباك يحفظ 1,000,000 حديث. كيف عرفتم ذلك؟ قالوا: تابعناه بالأبواب. ذكروا أن المسند فيه قريب من 28,000. وهناك كتاب في التفسير له بلغ 120,000 حديث. وهناك كتب أخرى كالزهد الذي فيه أكثر من 2,000 ونحوها، مما يدل على أن الله رزقه الحفظ ورزقه الفهم. هناك من رزقوا الحفظ فقط دون الفهم. زملاء للإمام أحمد كيحيى القطان ويحيى بن معين وعلي بن المديني رزقهم الله الحفظ، ولكنهم لم يتفرغوا للاستنباط ولا لمعرفة الأدلة، يعني لمعرفة الأحكام من الأدلة إلا قليل. فعرف بذلك أن الذين وفقهم الله وجمعوا بين الحفظ والفقه أنهم خير الأمة وأنفعهم للأمة. ثم إن كل من الأئمة دونت أقوالهم، فأبو حنيفة رحمه الله رزقه الله الفهم ورزقه الذكاء في الاستنباط وفي التعاليل، ولكن حفظه للأحاديث قليل، ولكن وفقه الله لعالمين من تلاميذه سجل مسائله أبو يوسف ومحمد بن الحسن، موجودة كتبهما التي هي ما حفظاه عن الإمام أبي حنيفة، فاشتهر مذهبه لوجود هذه الكتب التي حفظه. كذلك الإمام مالك اشتهر بالفقه، وله أيضا إلمام كبير بالحفظ، فألف هذا الموطأ الذي ذكر فيه ما يميل إليه. ثم إن بعض تلاميذه جمعوا فتاواه فجمعت في كتاب كبير يقال له المدونة، فاشتهر مذهبه وبالأخص في المغرب في أفريقيا وما حولها، فانتشر مذهبه واعتنقه كثير. أما الشافعي فكان من أهل مكة، ولكن
بعدما تألم ذهب إلى العراق وأفتى فيه وانتشر مذهبه، ثم إلى مصر وألف هذه الكتب وأملها على تلميذه الربيع وغيره، فانتشر مذهبه أيضا. وأما الإمام أحمد فإنكم تعرفون أنه ابتلي في مسألة الصفات، لما ابتلي فيها عند ذلك انفرد في زمانه بالصبر على هذا الابتلاء، ولما انقضى زمانه تغيرت عقائد الناس في ذلك الزمان. ابن جبرين رحمه الله.